معك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، العبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب التعبان. حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. أيام الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، عبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب التعبان. باي وسيم. باي كرن. باي كرن. كرن ما تنسى تحكينا عشية. أوكي. أوكي. أكيد. كتر خير الله رجعت قبل ما يوصل بيا. شو كان رح يخلصني من لسانه؟ الو، ايه وجيهان صرت كمان على القابل العجقة. لك انا صرت حد اوتيل الجبل، تعرف لك شي طريق طلعني من العجقة؟ ايه في مفرقة يميني، لوين بيوصلني؟ ايه عظيم يلا الله معك نحكي. ما بعلمي قلت لي رايحة 10 دقايق وراجعة. ما أنا قلت له لوسيم بس هو ما قبل يردني بكير. لك ريتو الله ياخذني منك ومن همك. فوتي على السريع اشلحي ثيابك وخدي دوش. اشلحي ثيابي واخد دوش؟ وبسرعة. ليش؟ لأنه بيك اتصل من المكتب وقال لي راجع على البيت وحضرته سألني عنك.
سألك عني؟ شو قلتي له؟ شو بدي أقول له؟ اضطريت كذب لأنه حضرتك تأخرتي، قلت له عم تاخدي دوش. ما بعبره إجا على البيت بهالوقت، ولا تلفن ولا سأل عني. يوم هيك عمل. ليش اليوم؟ ليش اليوم؟ لو عم تسمعي أخبار كنت عرفتي ليش. شو في بالأخبار؟ البلد عم يغلي غلي، طرقات بيروت مسكرة، الجيش مطوق حبس رومية، وفي ناس عم يحرقوا دوليب. أنا غرامي حرق الدوليب، فينا نروح؟ اطلع على الحمى بسرعة بسرعة. جيل بلا مخ. جمال جنجون تعي تعي شوفي بسرعة. شو في؟ ليكي ليكي شو صاير بلبنان؟ حبس رومية؟ يا الله سامحني. طمني دكتور. مثل ما قلت لك امبارح قبل 48 ساعة مش قادرين نعطي رأينا. طيب دكتور انت شو بتقول؟ اعطيني رأيك الشخصي، برد لي قلبي، بس جاوبني، في خطر عليه؟ في خطر. وجي نحن عم نعمل كل اللي علينا والباقي على الله. وما تنسى رأفت صديق وزميل وخي، رح اعمل المستحيل كرماله. بعرف دكتور بعرف. وديع عيونك 10/10 عليه. دكتور رفض بعد ما قطع الخطر. ما تعطي الهم دكتور، انا حطه. Thank you.
رحمتك يا رب. معلم إنسان آدمي ما بيستاهل يصير فيه هيك. معلم وجيه، الله ما بيتخلى عن الأوادم، والدكتور رأفت من خيرة الأوادم. دخيل جداكلك يا أمين، بل هتطلع اليوم على رومية. شو هالحكي يا سلمى؟ بدي اطلع اطمن على سعد. شو صاير عليك يعني؟ تذكير طرقات ومظاهرات، ما بتعرف شو ممكن يصير يعني، بركي صار معك شيء، أجلها لبكره. شغلي لي راسك يا مرا، مش كل الأخبار بتسمعيها مزبوطة، بيعملوا من الحبة قبة. إيه بس مش عم بيكذبوا، ما سمعت الأخبار؟ هني قالوا إنه منعين الزيارات بالحبس. مش مهم، بيكفي أسر على رومي، بضل لاقي حدا يطمني على سعد، بدي ريح راسي. طيب روق لأعطيك شوية فواكه تاخذ له إياهم معك، بيكون نشف قلبه وعاكل الحبس. ايه بس عجلي لك شوي، بدي الحق اطلع وانزل، في عندي شغل هون. دخيلك ما بقى تحضري اخبار، بينلطش راسك. اسمع اغاني فيروز، صباح، ام كلثوم، احسن لك قاعده غني، احسن من 100 اخبار. ايه والله هيك رح اعمل. وجي ليه بعدك هون؟ مش قادر فل. روح ارتاح، ما تخاف على الدكتور رأفت، نحن حده. قضى كل عمره واقف حدي، مش رح استكتر علي هالكم ساعة. كان دايما يخبرني قديش بيوثق فيك. كل أسراره بقلبي. رأفت عذب كتير بحياته. مدري ليش الناس الأوادي بيتعذبوا بعيشتهم. ايه والله معك حق، إذا عزت شي حكيني، أنا بالمكتب. أستاذ وليد، أنت مهندس وبتعرف، وإذا أنا كنت غلطان قل لي إنه كل شي في عنده أراضي الخواجة عبد الله، ما لاقى يعمل مشروعه إلا بهالشقة بيطلع أرض المرتي يلي كلها صخور. بتشوفها هيك نواف، بس بكره لما نعمل خزان المي ونعمر لها حيطان الدعم ونرتبها شوف كيف رح بتصير يا معلم. ان شاء الله يا استاذ، وحياتك انا كنت هيك عم فكر. انت شيخ الشباب. يا اهلا وسهلا بالدكتور روجيه. اهلا فيك ست رشاد. تفضل. مرسي. والله يا جنان اذا بتمر من الدنيا كلها ما راح تلاقي انسان يحبك قد ما بتحبك الست رشاد. انت الصادق مثل ما بتحبك الك جنان. عيب؟ لا مش عيب، هيدي الحقيقه. بعتقد بعد يلي شفته منك اخر فتره صار لازم نحكي. دكتور انا برايي ما في لزوم تحكوا بشي، اللي عم بيصير بيناتكم شوية ولدنات، خلص أفضل تشربوا قهوتكم قبل ما تسقع. معلش ست رشاد، في أشياء كتير ما فينا نكفي فيها مثل ما هي، ضروري نحكي. جنان بدي إياكي تعرفي إنه إذا طنشت على حركاتك وما زغرت عقلي ما تفكريني ما بنتبه على اللي عم بيصير، ومش معناتها رح أبقى ساكت على تصرفاتك الغلط. دكتور هي جنان بتحب تمزح معك بس الهيئة انه حضرتك ما عم. ست رشاد حاجة مخبيين ورا اصبعنا، كل شيء بهالدنيا له حدود.
واخيرا بلشت تفهم علي. جنان خلصنا بقى؟ سوري مش قادره اسمع منه ولا كلمه بقى. بالاذن معقول دكتور تحكي معاه بهاللهجه؟ ما بتعرفها عقلتها براس طربوشه؟ معلش خليها تسمع هالكلام مني احسن ما بكره تسمعه من بيي لما يرجع من لبنان. بدك الحقيقه دكتور من دون ما تزعل مني؟ شكر ربك انه بيي منه هون وما سمعك كيف عم تحكي معه. اي والله كان كبك من الشباك. رنا وينك يا عمي؟ قلبت الجامعة فوقنا تحتين عليك. بحب حارقسك. طيب يلا مشي. لوين؟ خي ناطرني برا وقال حالي في يمين مش رح ياخذنا على المطعم الا اذا كنت معنا. هو قال هيك؟ بس يا سارة انا بعد ما بعرف خيك كثير منيح، مش حلو كل يوم روح معكم على المطعم. اوكي تمام، لكن انا ماشي معي وبس اوصل عنده انتوا قولوا له هذا الشيء. كمان استاذ في هاي بدك تمطيها. استاذ وصلت مدام نعام ناطره برا. نعم نعوم؟ نعم. وإلا زمان هون؟ شي 5 دقايق. طيب خليها تفوت وما تخلي حدا يزعجنا مثل عادي. ما رح خلي حدا يزعجكم استاذ. يلبق لك تتكبر على الناس. يا أهلا يا أهلا بست ستات. شو ما في شغل اليوم؟ أخذت فرصة. بدي أجي أشوفك. إيه فهمت. عم بعمل على قول المثل اللي بيقول يلي ما بيجي لعندك روح لعنده. من يومين كنا سوا، بعدين مالتي اجت امبارح من السفر والعالم رايحين جايين لعنا، يعني ما بقى في اتاخر بدي ارجع على البيت. بس انا اشتقت لك كثير. أنا كمان اشتقت لك، بس نحن بالمكتب إنعام والناس فوق بعضها بقى. طيب ما تضيع وقتك بالحكي لكين. لا خلص لا، بس يخف الشغل بروح سوا على الشلي. وعد؟ وعد. طيب لكينا خليني أروح على المستشفى. مستشفى؟ بك شيء؟ مش أنا اللي بني، خيو لجوزي عمل حادث وفوتوه يوجانس. بتحكي عن دكتور رأفت؟ نعم، رأفت الزفت. أحسن مطرح نعمر عليه خزان المي هون، تحت هيدي الصخرة. الأرض قوية وبتحمل ضغط. وحياتك يا أستاذ، أنا هيك كنت عم فكر. خلي الشباب يبلشوا ينطفوا لي الأرض تعرف وين بدي حدد الأساسات. ايه على راسي لكان على الشغل. يا شباب جيبوا هالعده وتعوا لعندي. يا مسكين يا رأفت هالخبريه البشعه. لا يا تقبر قلبي، يمكن خبريه بشعه عندك انت، بس عندي انا منا خبريه بشعه. يا ريته مات، كان ارتاح وريح. هالقد بعدك عقد عليه؟
طول ما انا عايشه ما راح انسى شو عمل فيي بالماضي. بس اللي صار كان لصالحك انت. كان لصالحك انت يلي صار بالماضي، مش لصالحي انا. انا طلقت بالمحكمه، فوديلك الجو الك، وصار فيك تشوفني وتظهر معي وقت اللي بدك، ومن دون ما تخاف انه جوزي يأذيك. طيب روحي انت هلا اطمن على سلفك، وانا رح كفي شغلي ولمشاغل شوي، لقيك على المستشفى ونروح سوا على الشاليه. المشكلة اني بحبك فواز، مش قادرة ازعلك. جرب ما تتأخر، بنتي راجعة بكير اليوم من الجامعة ولازم تكون قبلها بالبيت، اوكي؟ بأمرك. مجدوبة، بعرفك منيح نعم، انت بعمرك ما حبيتيني، انت بتحبي مصرياتي، غرامك مصرياتي. معلم نواف قرب فشختين لقدام، بعد خطوة، بعد وحدة 100%، هون عندك بدنا نحفر. يلا يا استاذ رح بلش احفر هون، وحياتك انا هيك كنت عم فكر. شو رأيك تيجي تهندس محلي يا نواف؟ وحياتك يا استاذ انا هيك كنت عم فكر. يلا يا شباب حدا يعطيني هالمعول تشوف. بونجور تانت سلمى. اهلا ريم. يه ليه زعلانه هالقد؟ مش مرتاحه ابدا. شو في طنط؟ خبريني. شو بدي خبرك لخبرك يا بنتي؟ اخ من هالدنيا شو ظالمه؟ قال المنحوس منحوس ولو علقوا له 100 فانوس. ما فهمت شي طنط. احسن بلا ما تفهم وتوجع قلبي. لا انهي القصه جديه. شغلتي لي بالي، عمو امين صاير معه شي؟ طب حدا من ولادك لا سمح الله بيش شي؟ لا 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 جوزي ولا ولادي الحمد لله بهون شي. فإذا شو في لحتى زعلانة هالقد؟ هالدنيا كتير قهارة والآدمي فيها ما له مطرح. يعني الواحد ليقدر يعيش أقل شي يكون زعوري. أنا مش مصدق إنه طنط سلمى عم تحكي هالحكيات. صدقي يا بنتي صدقي. اللي كانوا عاملين علينا رياس بأيام الحرب قتلوا وسرقوا ونهبوا، لك عملوا السبعة ودمتها وصاروا بأعلى مراكز بالدولة. ومن ميلة تاني روحي شوفي بالحبس هالمعطرين والفقراء يلي انجبروا يسرقوا كرمال يطعموا ولادهم. كمشوهم كلهم وزتوهم بالحبس، لك تختخت اعدامهم وما حدا سأل عنهم. شو اللي فيقك على هالموضوع هلا؟ تعتير يا بنتي تعتير. خوفتيني طنط سلمى، عمو امين وين؟ بحبس رومي. نعم؟ ليش شو عملت اخذوه على الحبس؟ لا راح لوحده. لوحده؟ ليش شو صار؟ تخانقتوا؟ لو تخانقنا كان راح على المستشفى مش على الحبس. طيب شو القصة؟ القصة صار عمرها أكثر من 15 سنة. قصة شاب صديقنا اسمه سعد صالح. سعد فات على الحبس لأنه قتل رجال كان عم يجرب يتعدى على حبيبته. طلعت براسه لهالمعطر. هو فات على الحبس وحبيبته انشقت الأرض وبلعت. هيدا أصعب سؤال. وشو أصعب جواب؟ ما لي حق أحكي. النطرة صعبة كتير. قولك حاسس بوجودنا؟ على قليل بيعرف كل واحد فينا قديش كان يحب ويحترم. الله يساعد بنته جنى. جنى تذكرت في شي لازم أعمله.
بالإذن وديع. أوكي. شو ريس؟ بعدك موجوع؟ ماشي الحال. عندي شيء بدي اقول لك اياه. شيء مثل شو؟ والله بعد اللي صار والطريقه كيف طبوا الدرك علينا، انا صرت مقتنع في جاسوس بيناتنا، في واحد خاين عم بوصل لهم كل شيء. شو قصدك رؤوف؟ رؤوف معه حق، وانا كمان هيك بقول. ومين برايكم الجاسوس؟ والله يا ريس بالتحديد ما بعرف، بس يمكن سعد صالح. شرف عندك زوار. مين صاحبي امين؟ ليش في حدا غيره بيزورك ولا؟ رئيس شو فيه؟ مش عارف كيف بتطلع مني. قول. خايف سملك بدنك وانت مش ناقصك. حكيت اشوف خلصني. رئيس انا بقول عم بوصي اخبارنا لبرا، لازم يكون واحد صاحبي مع العسكر او حدا من الجماعة اللي كانوا رافضين يشاركوا معنا بالتمرد. ناطرك تشوف وين بدك توصل. ما بستبعد يكون الجاسوس سعد صالح. شو؟ حكي فاضي هيدا. بلا رئيس، سعد هو الخاين بذاته، وهلا لشو هالصداقة مع المعاون شحود؟ مزبوط، ما مثلنا مثله، ليش بده يكون عنده صداقة مع العسكر هالقد؟ وحياة شرف أمي، إذا كان هالكلام اللي عم تحكوه مزبوط، لتكون نهاية سعد على إيدي أنا، بس إذا كان كلامكم غلط، يا ويل ويلكم. رشاد؟ رشاد؟ مين؟ شو؟ بين لابسة؟ لوين رايحة؟ عبالي روح قاعد بشي كافي. يلا بغير تياب وبجي معك. لا معلش، عبالي كل وحدة. وإذا تلفن بيك أنا شو بقلوه؟ تليفوني معي، خلي يحكيني. يلا باي باي. سمعنا بالاخبار عن الشغب والمشاكل اللي صارت بحبس روم، سودت الدنيا بوجنا. فزعنا ليكون سعد صار له شيء، راح امين على الحبس ليطمن عنه، وانا قاعده هون هلا مشغول بالي. بتزعل قصه هالشب، ان شاء الله بيرجع عمه امين وبيطمنك عنه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ما قلنا غير رحمه الله. مرحبا. اهلا اهلا. وحياتك مكتب الاستاذ كميل زياده وين بيصير؟ طابق ثالث ثاني مكتب عن يمين. ميرسي. تكرم. اذا بدك بنطلع سوا، انا بشتغل عندهم. كون ممنونك. طب سلمى بشوفك بعد الظهر. مع السلامه. تفضل.
بابا صرت بعتت لك أكثر من 100 مساج بعدك ما شفت ولا واحد منهم. بليز احكيني، بليز قلي إنه ما بك شيء. اشتقت لك. هاي هدى، أخرتي عند سلمى مثل العادة. كانت مضايقة ما حبيت أتركها وحدة. مين المسيو؟ مسيو وجيه، بيكون خاله للمتر فؤاد. أهلا أهلا، وأنا أقول تاري طالع الشاب حلو لخال. هيدا عمك، بحسك. لو سمحتي متر فؤاد هون، بدي سلم عليه. أكيد. حبيب قلبي ابن أختي، اشتقت له كثير. هيدا صوت خالي وجيه، شو جايبه لهون؟ أهلا بالخال. خير بك شي؟ لا لا أبدا خالي، ما في شي. بلا في شي، مشوارك لعندي مش بلا سبب. ريم بليز الجنين قهوة على ذوقك. من عيوني. تفضل خال. بيا ما تأخرتي. ما بعرف شو بني قلبي عم يغلي. غيري تيابك وارتاحي. هيك رح أعمل. قلبي عم يغلي. بعد ما خبرتني شو بيك زعلان؟ معلمي يا فؤاد كان رايح على العيادة وعمل حادث بسيارته وغاب عن الوعي، ومن وقتها بعده بالكوما. الله يستر ما يقوم يصير له شيء ويروح من بين ايدينا. اف لك هالخبريه. والله بموت وراه اذا صار له شيء. بعيد الشر عنك وعنه يا خال. طيب قل لي انا بشو بقدر ساعدك؟ بدك تعمل لي خدمه. قول حبيب قلبي. معلمي عنده بنت وحيده عايشه بفرنسا، والبنت مريضه بالقلب. يعني اذا ما حدا قدر يجيبها على لبنان تيدير باله عليها رح تموت هي كمان. إذا اعتبرنا أن الفترة بين الحادث والغيبوبة نقلوا على المستشفى كانت فترة طويلة، يعني الأكسجين ما عاد وصل على الدماغ مثل ما لازم، وصار في احتمال كبير يكون في خلايا كتير انضربت، والحالة ممكن توصل شلل في مطرح بجسمه أو حتى شو دكتور قول؟ ما يعود يفيق من الكوما. معقول؟ للأسف، نعم. طيب افترضنا إنه هالشي صار ورأفت ما عاد وعي، شو العمل بهيك وضع؟ صلي له حتى ما يتعذب أكثر. أكيد بنصلي له. دكتور في انزل شوفه؟ اكيد. تفضل. بتسلم عليك سلمى وبعتيت لك هالضيعه. خليني بحبتكم يا شباب، الله يقدرني واطلع من هون ووفيكم تعبكم. ما بدنا الا سلامتك، المهم تبقى بصحتك. لكنه خلصوا هالكم سنه الباقيين عليك. تقال هالسنين يا شيبوب تقال. عم بحلم اني اطلع اشوف الدنيا برا. اشتقت للحريه. الله كريم. بكره بتطلع وبتعود هالايام اللي ضاعت من عمرك. انا ما بأسف على الايام اللي راحت من عمري هون بالحبس. انا زعلان على الوقت اللي ضيعته مع امل بالماضي. يا ويلي شو كنت غشيم. كنت بفكر انه حبها هو شرف لإلي وبيستاهل اني ضيع حياتي كرماله، بس شو طلعت غلطان. سعد ما تنسى انت كنت تحبها يا بنت، كان عمرها 15 سنة يعني كان بعدها صغيرة، ما بتفهم شي من هالدنيا. ما تحكم عليها هيك، يمكن تكون عم تظلمها. اظلمها؟ لنفترض انه كانت صغيرة، هلا وينه؟ وينه ما سألت عني؟ وأنا محبوس هون كرمال شرفها، وينه؟
ما تلوم الغايب غير ما يحضر. حاج يحضر شيبوب، حاج يحضر. أمل نسيتني، هيدي كمان إذا ما تجوزت وصار عندها أولاد. ويمكن تكون ماتت بالحادث، ما حدا بيعرف. والله أشرف لها. أشرف لها من أنا أكون مسدود هون مثل الزبال بالحبس وهي مش سائلانة. سعد، راح أقول لك شيء، وأنت حر تصدق حر ما تصدق. أنا أكيد إنه أمل ماتت. لا يا شيبوب لا. لو ماتت كانوا لقيوها. ما أنت بتتذكر قلت لي إنه رحت نبشت عليها بالمستشفيات وعند الدرك؟ ما حدا منهم شافها أو عرفوا عنها شيء. قول هيك مزبوط. شفت كيف؟ لنقول بعدها عايشة، وين هي هلا؟ ليه ما بينت من 15 سنة؟ ليه ما حدا منا رجع شافها؟ هذا يلي مجممني. كل يوم بسأل حالي 100 مرة هذا السؤال وما عم لاقي له جواب. يلا بكفي هالقد، طولتوا كثير. بأمرك. بخاطرك يا سعد. انتبه على عائلك. رأفت، أنا إنعام، مرت خيك شكري. عرفتني؟ جاي اطمن عليك، إذا سمعني شد على إيدي. خلينا نحكي بالمكتب. بس أنا اللي شايفته مش غيبوبة، الزلمة ميت. لا لا يا ست، بعد في حياة. معقول يكون عم يسمع؟ طبعا ست نعم بيسمع. كبر عقلك دكتور، الزلمة ميت وشبعان موت. فضل نعطيه وقته ونضل نراقبه، يمكن يرجع فيه قبلكم ويصير أحسن مني ومنك. ايه انت بتعرف بالنهاية هيدا شغلك. نعم يلا جاي لعندكم. لازم ارجع عند رأفت، تحبي ترافقيني؟ اكيد. جنى شو بك يا حبيبتي؟ ما بعرف شو حاسه، هيك وجع هون على صدري مثل ما الواحد بيكون خايف. عايشين قبالك يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، العبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في ايام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب التعبان. العبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع،
الحب وفرح السعادة والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. أيام الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. والعبرة مش بالكترة واللي راح ومش راجع، عبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي العشرة.